Good morning, students. How are you? كيف حالكم يا ثعبان؟ شو أخباركم؟ We will talk about page number 64. نكمل الصفحة 64 الموجودة عندنا بصفحة 64 باقي الفقرات. وصلنا عند Do you think there could be space creatures and UFOs؟ وصلنا هون رح نترجمها نشوف شو معانيها. طيب إذن do you think there could be space creature and UFOs؟ يعني do you think يعني هل تعتقد بأن هناك يمكن أن يكون إيش مخلوقات فضائية أو أجسام فضائية؟ يعني هل تعتقد؟ طبعا إحنا رح نجاوب على هذا السؤال من خلال الفقرة الموجودة عندنا. I think we would probably have more proof if there were extraterrestrials in other places. يعني أعتقد بأنه يمكن أن يكون هناك مزيد من الدليل. طبعا proof هون معناها دليل, proof هون معناها دليل. إذا if there were extraterrestrial, إذا كان هناك مخلوقات فضائية, extraterrestrials مخلوقات فضائية, in ordinary places في أماكن أخرى. said mom, هذا الحكي الأم مين حكته. However, ومع ذلك, there have been some very convincing, ولا مع ذلك convincing reports or of people seeing spaceships or strange creatures. ومع ذلك, طبعا however, ومع ذلك, there have هناك بعض some very convincing reports, بعض التقارير المقنعة. convincing reports معناها تقارير إيش مقنعة. طبعا convince مقنع, reports تقارير, تقارير مقنعة. of people seeing spaceships, إنه الناس إيش رأت أو spaceships السفن الفضائية أو strange creatures المخلوقات الغريبة. رأوا إنه هنا إنه مخلوقات غريبة اللي هي strange creatures. It could be possible that there is life on other places besides Earth. إنه يمكن إن يكون هناك حياة, life on other places, على أماكن أخرى besides, بجانب الأرض, الأرض بجانب الأرض. But probably, لكن من المحتمل أن تكون فقط حياة plant life, probably only plant life, فقط حياة إيش نباتية, نباتية. another thing, وشيء آخر يعني that makes it difficult for scientists is that some people play hoaxes. يعني شيء آخر إنه يجعل الأمر صعب بالنسبة لمين؟ للساينتستس, للعلماء. is that some people, الذين يعني بعض الناس play hoaxes, يعني الذين يمارسون hoaxes, الخدع. hoaxes معناها بعض الناس إيش مالهم بيمارسوا الخدع. and the scientists والعلماء have to spend, يقضون a lot of time deciding, يقضون الكثير من الوقت لاتخاذ القرارات, لاتخاذ قرار. إذا the sighting يعني المشاهد, إذا المشاهد is true, صحيحة أم or hoax أم خاطئة. إذا المشاهدة صحيحة أم خاطئة. نتوقف لهون يا ثامن, يعطيكم ألف عافية.